السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، صباح كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كوتا ادم، مش مشتركين قناة كوتا ادم. في يوم جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنشوف اخبار الحام اللي هو اتروش وايه اللي خف منه، عشان في بعض من الاسئلة بتجيلي وعايزين اللي هم يشوفوا الحام ده شكله هيبقى عامل ازاي. طب امتى نبدأ تحصين؟ هنتكلم مع بعضنا كده واحدة بواحدة في الموضوع ده. اول حاجة هو الحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. وانا في فيديو قبل كده بقول لك لو فرد حمام ليه عمر لحظة هيعيشها، فايا كان اللي هو المرض اللي جاله ليه عمر على الحياة هيخف. احنا بنعمل كسبب، يعني انت فاهمني ازاي اللي احنا بنعالج بنهتم بالحمام احنا بس كسبب عشان نبقى بيننا وبين ربنا اللي احنا مخلصين ضميرنا قدام ربنا. لكن اللي هو فرد حمام مات ده ما عنديش اي مشكلة، لاني بتطلع انت في اوقات من الايام بتطلع بتلاقي حمام بيكون بصحه كويسه، فرد حمام ما فيهوش مشكله، فرد حمام واقف، فرد حمام لسه كشف عليه يعني ما فيهوش اي حاجه، وتلاقيه بعدها بساعه ولا حاجه ميت. ممكن تطلع الصبح تلاقيه ميت في قلب الباب. ده امبارح ما كانش فيه مشكله يا عم، ده الموت والحياه، ده بتاع ربنا احنا ما نقدرش نعترض عليه. طيب حته اللي هو لما الحمام بيتروش، انا الحمام الحمد لله الحمد لله وفضل من عند ربنا وقدر الله ما شاء فعل، ولو اكتر من كده برضو الحمد لله. فقصة بقى الحمام ابتديت اللي انا ايه، انا بريح دماغي، ببدا اللي انا ايه اخف اول باول كده، لان انا بقول لك انا يعتبر خسارتي تبقى قريبه احسن ما مكسب يبقى بعيد. يعني انا ما افضلش اللي انا باصص لهم ده يخف وده يعمله ده مش عارف ايه كده كده، طب ما انا باخد بايدي وبخش على السلكات عندي، يبقى اصبح كده بتعب او بنقل اللي هو العدوى بايديا للحمام بتاعي السليم. طيب انا عشان خاطر اللي انا اريح الدنيا دي وريح دماغي، رحت بقيت اللي انا اذبح الحمام في كام واحده اللي هم شايف اللي هو مثلا بنسبه 50 60% الحمام ده هيجي منه. بناء على ايه اللي انت بتقول لي 50 60% الحمام ده اللي هيجي منه، واللي هو مثلا بقول لك نسبه الشفاء ده من عند ربنا، بس انت ايه اللي مخلاك ده؟ انا اللي مخليني كده لان الواحد عن تجربته في الحمام وعيشته في الحمام ليه طلة في فرد الحمام اللي هو بيقبل على الكلفه، وفرد الحمام اللي هيستجيب للكلفه، وفي فرد حمام اللي هو يوم عن يوم حالته بتسوء. رحت سايب كام واحدة كده اللي انا شايفهم اللي هم هيجي معايا ايجابي. طب انت شفتهم ازاي؟ شفت الحمام ده، الحمام ده بيجري على الكلفة، بيجري على الكلفة. طب النهاردة المهم لقط حباية وقعت منه، بس خلاص عرف سكة المية والاكل فين، يبقى فرد الحمام ده هيجي منه اللي هو يخف. طيب انا دوري اللي انا لازم أنا ألقم فرد الحمام ده يوميا بشوية كلفة، لازم ألقم الحمام ده بشوية كلفة. لو هتبل 10 فولات كده لكل فرد حمام وتديهم له برضه بيبقى ايه كويس للحمام، بحيث اللي هو يحتفظ بالصحة بتاعته، يحتفظ بصحته ما يخسش زيادة عن اللزوم. طيب اكلته 3 4 ايام والاقي الاكل بيتصرف، يعني هو بيتاكله انت وبتلاقي الاكل اللي هو خلاص في الحصله مفيش اي حاجه وفرد الحمام هضم. تعالى في يوم كده بعد الاربع خمس ايام، يوم سيبه بقى في وسط اخواته كده اهو ما تاكلوش. طب هو ما اكلش مفيش اي مشكله، سيبه ما تاكلوش. تاني يوم اذا حيانا المولى فرد الحمام طبعا جوفه فاضي، حصلته فاضيه، هو شويه الميه اللي هو بيروح يشرب هيبدا اللي هو يروح يجري على الكلفه هياكل اكل، ما هو برده في خلل في رقبته وعدم توازن في جسمه كله، فيبتدي اللي هو يروح على الكلفه لقط حبايه لقط اتنين لقط ثلاثه، فالمهم لقيته اللي هو بقى يروح على الكلفه. طيب انا شايف اللي في اليوم ده، في اليوم ده فرد الحمام ما طبقش في الكلفه جامد، يعني ما راحش للكلفه جامد، فاسنده كام حبايه فول. لو كنت بديله 10 هديله 5 حبايات فول على اللي هم الكام درايتين اللي هو لقطهم دولت، يبقى هو ظبط حاله. تاني يوم هيقبل على الكلفه، يبقى اصبح اللي هو لو كان النهارده حبايتين ثلاثه بكره هتلاقيهم 5 و6 وهيبتدي اللي هو يظبط حاله. طيب اشتغلت علاجات، انا اللي اشتغلت علاجات، انا بقول لك الروشه دي مالهاش علاج، انا اللي نسلت كتفين وديل. طيب بنقول في عرق هنا اللي هو الدم الفاسد ده، طيب ورحت جاي ناسل الحمام هنا ولا لسعت ولا اي حاجه، رحت ناسله هنا اهو حوالين رقبته، عايز اشوف العرق اللي هو اللي بيبقى فيه الدم الفاسد. بس انا بقول لك لما بنسل فرد الحمام كتفين وديل
يعتبر بجدد له الدوره الدمويه بتاعته، يبقى انا بطلع له الدم الفاسد، لان الدم هو يعتبر بيطلع بالمسامه بتاعت الريش في الاول ما بتطلع، فتلاقي ممكن بقى فرد الحمام ريشه بيعجز يطلع كده، ده برده اللي هو بيبقى سم في فرد الحمام. ده انا نسلته وريشه عجز، ما هو ده السم اللي طالع، اللي هو طالع في الانابيب الدم الجديده، يبقى انا بعمل له دوره دمويه كامله. فرحت نسله ما لقيتش حاجه في قلب رقبته، سايبه بقى طبعا الكتفين والديل ورميه في قلب الشمس. ابتديت ان انا اشتغل كده اهو، ربنا كرمني ولقيت اهو ثلاث حتت من الحمام ده ابتدى اللي هو يفوق فيهم. واحد البنيدي ده ابتدى اللي هو بيلف رقبته جامد وشويه يظبط، يعني يلف رقبته جامد وشويه تلاقيه واقف ايه مظبوط. فرد الحمام ده كان سايب هنا، ما ينفعش اللي هو يبقى سايب هنا هاجي ان انا ارميه على الارضيه، لان ده حصل رحت راميه على الارضيه، فرد الحمام هوب مش قادر يشيل نفسه، لا لا راح واقع. طيب انت عشان ما تخسرش فرد الحمام ويقع منك، لا انت لو شايف دماغه بتقتل كده هو ولا بتلف، هو كده كده ده الحمامتين دولك كده ما يعدوش، الحمام ده كده اللي سبتت عليه ما يعدوش حمام، يعني انت حتى لو سبتهم في وسط الحمام الحضان اللي هو على السطح سايبه في قلب ارضيه السلكه، الحمام ده خلاص عدى سن الخطر بتاعه، الحمام بقى يكلف والحمام عقدت عليه، رقبته لفت، الحمام سبتت عليه، ده ما يعديش، ده ما فيش اي مشكله. طيب انت بتسيبه في قلب الشمس كده، الدم بتاعه برده بيتجدد، الشمس بتضرب فيه، فبتلاقي الحمام بتاعك بيظبط وبيبقى تمام التمام. وبكده برده عشان خاطر اللي انت عرفتك الدنيا فيها ايه، طبعا في كام واحده كده برده شغالين معاهم نفس القصه، اللي هو بشتغل معاهم اسبوسيد، ساعات نص حبايه ساعات حبايه في اول يومين، وفي حمام بتظبط معاه وتلاقي اللي هو اكن ما فيهوش حاجه، وفي حمام اللي هي بتلف عليه. يعني انا دلوقتي عندي الفحم ده، الفحم ده اهو يا مساعد الحال ابتدى اللي هو يروح على الكلفه ورقبته عدله. طيب عندي النتايه العشائيه دي، النتايه العشائيه دي فيها ايه؟ لوحه خفيفه بس ايه؟ هتفوق ان شاء الله. طب البنيدي ده، البنيدي ده قاعد يعمل لي رقبته كده بيجيبها تحت جسمه، برده ما فيش اي مشكله بسيبه كده، بس اللي هو اضمه فيه اللي هو يعدل كده يبقى خلاص اللي هو هيتظبط معايا. طيب كده خلصنا من النقط اللي هي الناس اللي هي اتكلمت معايا، يبقى انت لو الحمام ده هتتعامل معاه كده اهو، ولو انت دخلت لك هي بص اقول لك على حاجه، يعني انا بقول لك ربنا ما بيجيبلاش حاجه وحشه، فكده كده حتى لو ضربت عندك الروشه من اول الغيه لاخرها الحمام كله مش هيموت، عشان تكون فاهم دي بينا. يعني بص هو مش ما دخلناش في علم الغيب، يعني انا بقول لك موت وحياه ده بتاع ربنا، بس انا بقول لك يعني هو ربنا مش هيخلص عليك في الاخر، يعني في النهايه خالص، يعني اللي هو هيجيب لك ربنا رؤوف بعبده، احنا برضه بيقع منك كام واحده كده بتزود شويه اهتمامات، فالحمد لله على اللي بيجيبه ربنا. فانا بقول لك الحمام يعني مش هيخلص، لو ضربت عندك مش هيخلص لك سلكتك ولا غيتك ولا اي حاجه، فانت مشكوره ليك، تنسي الحمام كتفين وديل، لو الحمام اللي اتصابت صاب ارميه بره، وانسي بقية الحمام كله كتفين وديل وحط في قلب البيبان بتاعتك، وعينك تبقى في وسط الحمام ده والدنيا هتبقى جميله. خش بقى في حوار المصل. دي ازازه تحصيل، دي ازازه تحصيل نيوكاسل، اللي هو بيقول لك حقن فراخ، يعني هو ده اساسه حقن فراخ، بس هو الفكره ده اللي هو لمرض السرمونيلا، يعني ده حقن بتاع السرمونيلا. فقصه بقى فراخ مش فراخ، انا كنت بحصن بده كل ست شهور الدنيا تمام مفيش اي مشكله، ما انا بقول لك السرمونيلا هي مفيش حاجه كان اسمها سرمونيلا للحمام، هي السرمونيلا دي من كتر العلف اللي احنا دخلناه على الحمام بقينا ناكل الحمام، فهو اصلا علف فراخ، فاصبح كده هو اللي بيجيب اللي هو البروتين اللي هم بيحطوه للفراخ ما بيحطوش للحمام، فاصبح كده العلف اللي بيخش في الفرد الحمام فهو ده اساسا اساسه هو ده اللي بيجيب المرض وهو ده اللي بيجيب السرمونيلا والعياذ بالله. طيب عشان برضه ما ننتقش من موضوعنا ده اللي هو التحصين المصل الميت. دلوقتي اللي هو ده بتحطه في قلب التلاجة، بتحتفظ بيه في قلب التلاجة كده، وقبل ما بتمصل بيه بتطلعه بربع ساعة، بتسيبه اللي هو يبرد شوية، وبعد كده بتمصل فرد الحمام في رقبته نص سنتي، وإن شاء الله لما الدنيا تظبط شوية برده، عشان دي نقطة برده عشان أنت ما تستعجلش، لو ضربت عندك الشوطة أنا جايب إزازة التحصين تحت ما فكتش الغلاف بتاعها، يعني جايبها وحطيتها في قلب التلاجة تحت وما جيتش جنبها، لان انا الدنيا كانت خربانه عندي، فالدنيا الحمد لله الحمد لله الحمد لله من عند ربنا هديت، فانا مش همصل الحمام ده الا لما يعدي مثلا 15 20 يوم من بعد ما الحمله دي اللي كانت عندي دي انتهت.
طيب انت دلوقتي دخلت لك الشطه والعازو بالله، ما تمصلش ما تمصلش تحصين اللي هو ده فرد العام اللي انت بيقول لك ايه، ما انت لو حصنت دلوقتي اللي فيه تعب شايل مرض اي حاجه هيموت في ساعتها. طب احنا يا عم وانا بقول لك بقى عشان ما يموتش في ساعتها، لا احنا هنصبر 15 يوم 20 يوم الدنيا تهدى معانا وبعد كده نخش بالتحصين بتاعنا. طيب انا عندي تحصين دلوقتي وحصنت الحمام بتاعي، مش الفيديو ده هيطول بس الواحد ليه برده كلمتين عايز يوصلهم للناس. التحصين ده دلوقتي انا حصنت الحمام بتاعي ودخلت له، حصنت الحمام بتاعي، الحمام بتاعي سليم ما فيهوش اي مشكله، بس انا حسيت اللي هو بنسبه ايه قليله اللي الحمام ده شامم وهيخش له، قمت جاري ورحت محصن. طيب بعد ما حصنت الحمام ده قعد اسبوع وابتدى اللي هو يتروش معايا، هقول لك بقى الروش ايه اللي بيحصل بيخلي الحمام ده يتروش معايا. الحمام ده كان هيتصاب بمرض السالمونيلا ولا الروش، فانت جيت مشكورا رحت جايب ازازه التحصين دب 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 تخ دب تخ، رحت داخل محصن الحمام. طيب حصنت الحمام افتكرت كده ان المرض مش هيخش لك، لا اقول لك المرض هيخش لك. ده ميت نسبه اللي هو التحصين بتاعه ده بينه وبين فرد الحمام 14 يوم، يعني بيبقى صراع بينه وبين فرد الحمام. لو انت حصنت التحصين ده للحمام بتاعك هيقعد 14 يوم، لو عداهم يبقى الحمام اتحصن، طب ما عداش هتلاقي الحمام بيقع في خلال ال 14 يوم. ده الفترة الزمنية اللي هو التحصين بيوصل لفرد الحمام بيقعد 14 يوم، يبقى في صراع، ده مصل ميت التاني حي، بيفضلوا في صراع ما بينهم، لا ده يسيطر لا التاني يسيطر عليه، طب التاني سيطر عليه هتلاقي الحمام بتاعك اللي هو يقع. طيب ده لو عدى ال 14 يوم من خلال اللي هو من اخر يوم اللي انت هتحصن فيه خلاص كده يبقى انت الحمام بتاعك اتحصن والدنيا تمام. طيب التحصين بتاعي ده بيجي يقطع من بعضه، طب هو اعرفه ازاي بايظ ولا ما اعرفوش ازاي اللي هو مش بايظ، يعني ازاي اعرف ان هو شغال معايا وامتى اعرف ان هو بايظ؟ ده لو قعد من الثلاجه بره، يعني لو قعد يوم كامل يعمل بالشكل ده، يعمل بالشكل ده اللي هو ايه؟ اللي هو ميه صفرة من تحت، اظن كده واضح، ميه من تحت وهو والتحصين من فوق. هو التحصين ده عباره عن لبن زي كده اهو، ده ما فيهوش بقى ولا ميه من تحتيه ولا اي حاجه، اهي كامله اهي وما كامله الا وجه الله، اهي ما قطعتش من بعض، ده شغال. طيب ده كده ادام عمل ميه صفرة وركز لتحت يبقى هو التحصين ده باظ. طب اقول لك على حاجه، لو ابيض زي كده وركز لتحت باظ؟ لا ما باظ، هتعمله كده اهو تركبه جامد كده اهو هتلاقيه بعد 5 دقايق من رجه الجامد هتلاقيه جمع مع بعض تاني. يبقى احنا عرفنا امتى التحصين يبقى بايظ وامتى التحصين ما يبقاش بايظ، دي حاجه اللي احنا بنقولها كده. التحصين ده كان عندي غير الازازه اللي هي مقفوله، بس هو الحمد لله ده كده بايظ، ما ينفعش برضه عشان انت تبقى قدامي اهو، التحصين ده ما ينفعش اللي انا احصن بيه الحمام. طيب وده والشويه دولت، الشويه دولت برضه يعني اللي هو برضه اهو راميهم هما كده، شفت الفرق بين ده وده؟ ده بص ده سليم والتاني بايظ. انا حبيت اللي انا افضيهم لك لان انا عندي علبة لسه جايبها جديدة. طيب انت رميت دولت ليه؟ هقول لك انا رميت دولت ليه. دولت انا حصنت بيهم كام زغلول، حصنت بيهم كام زغلول، والكام زغلول دولت هوب فيهم حمام وقع، اصبح كده السن اللي انا حطيته في قلب المصل بتاعي خدته واديته لفردة حمام، فردة حمام تاني خدت السن رحت مديله فردة حمام تاني، فضل السن رايح جاي بين الحمام اللي عيان وخش في الازازه تاني، اصبح كده الفيروس اللي هو نقلته من الحمام نقله في العبوه دي، حاجه مصل الحمام ممكن ده ينقل للحمام الروشه. فانا بقول لك كل حاجه بمجرد الله، فيديو حلو فيديو جميل، ف حبش برضو اللي انا اطول عليكم، بس كل حاجه في الحمام وربنا يكرم الناس كلها ويرزق الناس كلها وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان المفترج علينا وربنا يعدي الأيام دي على خير إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يجيب لنا رمضان كده بخيره و...
والبركه بتاعته، ويبعد عندنا اي حاجه وشه، ويجعلها كده سنه خير علينا وعلى امه محمد اجمعين، وكل من قال امين. بالنسبه للناس اللي بتقول لي عايزك تقول اسمي فيديو المره الجايه، فتحياتي لجميع الناس كلها، لان انا والله لو ذكرت اسامي انا نفسي احيي كل واحد باسمه، بس الناس تعذرني، هي مش كبرياء ولا اللي انا مش عايز انطق اسم حد ولا الكلام ده، بس انا والله لو دخلت في القصه دي في ناس هتزعل مني كتير، فاحنا كلنا راجل واحد، احنا كلنا مكملين بعضنا، فانا همس على كل واحد باسمه، واي حد بيشاهدني، اي حد بيتفرج عليا، يا عم على دماغي من فوق، واحلى مسا عليك، واحلى مسا على البلد اللي انت منها، وتحياتي لجميع الناس. كان معكم كوتو ادم، والسلام عليكم ورحمه الله.